أسامة بشرى، أنا سمعت الألبوم أو الميني ألبوم ديال داليا مبارك زوين كيشبه لها، ولكن شنو هو المميز في هذا الألبوم وحاجة اللي ما كنشوفوهاش بزاف أن الألبوم كامل ملحن وملحن واحد اللي هو ياسر أبو علي، كنقولوا ليه برافو عليك والله يوفقه. وداليا ما خافتش أنها تعاود نفسها أو تكرر لأنه ملحن واحد خاصها تشوف بزاف ديال الملحنين، ولكن قدرت تنجح في هذا الأمر. وفي آخر تصريحاتها قالت أنها فرحانة بالألبوم ديالها وأنها فرحانة أكثر أنها غتغني الأغاني فوق مسارح في السعودية اللي هي بلادها وفي العالم العربي كامل. كنتمنوا التوفيق لداليا مبارك ان شاء الله بزاف الالبومات وبزاف خزار هي اللي ما جاتش للمغرب. داليا مبارك دابا تجي ان شاء الله، دابا تجي وتغني مغربي. تغني شويه مغربي.